ليس الموت هو أكبر خسارة بالحياة، فأكبر خسارة هي ما يموت بداخلنا ونحن ما زلنا على قيد الحياة. ما زلت أؤمن بأنني سأجد الطريق يوما إلى ذاتي، إلى حلمي، إلى ما أريد. هذه الدنيا يا أخي، بعد التلاقي فراق، وبعد الفراق قد يكون اللقاء وقد لا يكون. تذكر يا عزيزي حينما الفراق الأبدي، حيث لا لقاء إلا في يوم الحساب. لم أعرف أن الحياة هي عبارة عن مسرحية بائسة.